لايك لتنجيب لكم دائما الأثمنة مباشرة من السوق أحد 7 يوم قريب من مكناس أخوتي وقريب من فاس. اللهم بارك. هذا شنو عطاو فيها عبد الرحمن؟ 86 يا خالي. اللهم بارك. خرفان مالكيين اخوتي وغادي نجيبو لكم الاثمنه. نتوما ما عليكم غير دعمونا باللايكات وبالبارطاج فضلا وليس امر. الناس اخوتي راه تتشري الحولي ديالها. هذا خوتي راه تعطات فيه 86 الف ريال. غادي مكناس حولي بلدي زين. هذا شنو معطيها فيهم اخي عبد الله؟ تبارك الله 5300 درهم اخوتي تعطات فيه. اللهم بارك. دائما تنجيبو لكم المليح من السوق الاسبوعي ديال مدينه مكناس. نتوما ما عليكم يدعمونا بلي لايك وبالبارطاج. السلعه اخوتي مليح. اللهم بارك. هاد السلعه خلاص راه صورناها قبيله وجبنا لكم الاثمنه ديالها. دعمونا بلي لايك اخوتي وبالبارطاج فضلا وليس امرا. معكم من السوق الاسبوعي ديال مدينه مكناس. كما تشوفوا اخوتي راه عامر بالكسيبه والشاري اخوتي راه ما تيزعمش يشري لان كاين شي شويه تام. خويا دير لي التليفون ديال اصحاب السوق ديال مرحبا. هي علاش 06 هاي هاك قول النمره ديال محمد. ديال محمد محمد اللي بغاه فين يجي لعندو؟ صفرو. قولنا النمره 06 73 زيد 71 زيد 17 زيد 55. الغلم السرديه كاينه، الحمراء كاينه، الخروفه، اللي بغى شي حاجه ما تردوش. صفرو. تحياتي لك اخويا سميه محمد ياك اخويا. شكرا لك. اللهم بارك. اللهم بارك اخوتي. اللهم بارك. اليوم من سوق اربعاء مكناس حولي اخوتي راه موجود سوق اربعاء مكناس. نتوما ما عليكم اخوتي غير دعمونا بلي لايك وبالبارطاج. حنا دائما تشوفوا الجيل. اللهم يسر. تبعت الغلم الله يسخر الماليه. تبعت الغنم الله يسخر لماليها بالتيسير وبالخير حتى الشريف ديالو الله يسخر له. الله يسخر له اخوتي البيع وشريا كبات على المباشر. ربي ما يشوفوش فيهم شي عين الخير. يديروا هذا كيف دار تكون قدام العزيان في نقص من. اللهم بارك اخوتي. بيع وشراء اخوتي تعطات فيهم 106 الف ربما يكونوا ربحوا له بديك 106 الف اخوتي لان راه خرفان زين. اللهم بارك. دعمونا بلي لايك اخوتي وبالبارطاج. وحنا راه دائما تنجيبوا لكم غير الجديد اخوتي في هذه القناه المهدى الجزار من مدينه لي لايك اخوتي وبارطاج. ومرحبا بكم في قناه مهدي الجزار من مدينه مكناس. دائما تنتساراو السوق تنحاولوا نشوفوا شي حاجه مزيانه شي حاجه ديال راس السوق اللي كنوريوها للمتتبعين اللي كيشاهدوها معنا. تبارك الله السوق راه عامر اخوتي. اللهم بارك. خرفان اخوتي ملاح. اللهم بارك. حتى اللي عطى رزقه ما يبقاش فيه الحال. والله اخوتي اللي عطى رزقه ما يبقى فيه الحال. تبارك الله.
دائما تنتسارى واخوتي السوق وتنحاول نجيب لكم شي حاجة اللي تستاهلوا تشوفوها بعيوناتكم. الغلمة اخوتي راه تعطات فيها 106,000 وتتبايع وتشارى ولدك السيد الله يسخر له. الولد ديالو تا هو متتبع القناة ديالنا الله يسخر له. انا متأكد بان غيشوف هذا الفيديو هذا اليوم من سوق اربعاء مكناس. اللهم بارك اللهم بارك اخوتي محمد. راه خلينا النمره ديالو في التليفون ديال في الفيديو عفوا. اللي بغى شي حاجه يتصل به صفرة. السكنه ديالو خلاص راه في صفرة وعندو الكوري في صفرة وعندو الحولي السردي الملكي وعندو الغلم البلديه ومعروف اخوتي في السوق بالمليح. مبارك اخوتي اللهم بارك اخوتي. اليوم من سوق اربعاء مكناس مع الاثمنه ديال الحولي السردي اخوتي والناس تبارك الله راه تشري العيد. شحال باش ديتي هاد المبروك اخويا؟ 100 تبارك الله سداس ياك اخويا. اللهم بارك حوزي زي الله يسخر الموالي العيد ان شاء الله يسخر لك. لا حولي زين لا زين الله يسخرك اخويا الله يسخر اخوتي المتتبعين. ونجيب لكم الثمن ديال هذا الكبش اخوتي ديال عيد الاضحى مباشره. الناس راه بدات تشري الحولي. السلام عليكم كيداير عمي مزيان هانيه الله يسخر لك. شحال ديتي هذا المبروك؟ 42,000 ريال. سنا الحليب ياك عمي الله يسخر لك الله يسخر لك اللهم بارك. هانتوما اخوتي راه 42,000 ريال 2100 درهم.